عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله جيتكم بفيديو جديد، وخا غبرت عليكم شوية لظروف خاصة، جيتكم بواحد الفيديو مهم. وشحال هذيك تبغيت نديرو لكم، ما تحتش الفرصة، درك تحت لي الفرصة. بغيت ندير لكم كيفاش نجمدوا الكفتة. هذه هي الكفتة لافيون داشي، كيفاش نجمدوها ومنين نبغوا نجمدوها، يعني بالزربة دي كونجلالينا ما نبقاوش معاها مشكل. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم الطريقه كيفاش غادي نجمدوا الكفته. انا نعطيكم جوج ديال الطرق، الطريقه اللي غادي تكون يعني زربانين عليها، وطريقه اللي غادي تحتاجوها. هذيك الطريقه اللي درتوها غادي تحتاجوها في جوج د الحوايج. هاي الكفته، هذه الكفته اللي عندنا، الكميه اللي عندنا، وكل واحد الكميه اللي عنده يستعمل هذه الطريقه. انا هنا تقريبا عندي تقريبا كيلو ولا كيلو حاجه، ما عنديش العبار بالضبط. بسم الله توكلنا على الله على بركة الله. نبداها معكم، وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وتشاركوني بالدعم ديالكم وباللايك ديالكم باش نزيدكم ان شاء الله فيديوهات اللي هما ينفعوا الانسان في الحياة اليومية في المطبخ ديالو، ايا كان امرأة ولا راجل، يعني ربط بيت او لا ناس في الخدمه، مثلا ناس في لاكويزين، في ميدان لاكويزين، وكتكون يعني ماشي كاع الناس ديال لاكويزين كيكونوا عارفين واحد الميثود، يعني ضروري كتغيب علينا شي حاجه. انا هاد الطريقه غادي نعطيها لكم بروفيسيونيل اللي كنعتمدها في الخدمه ديالي، وكتجيني حاجه سهله فاصل كثر من كتكون شي كوموند مثلا ما كتحصلش، كتجبدها يعني في واحد الوقت وجيز، ماشي بحال درتيها كما هكا او لقيت على جوج درتيها هكا. كما درت لكم في الفيديو الاول ديال اللحم وديال الدجاج، ما صعيب باش تجيو تكونجلي واحد الكتله، لان كتكتل فيها الثلج الداخل، كتكون خاصها واحد المده طويله، ماشي بحال هذه الطريقه اللي غادي ندير لكم. بلا ما نكثر معكم الهضره، بسم الله توكلنا على الله، ان شاء الله غادي نبدا معكم. اشنو غادي تخصني؟ غادي تخصني في الطريقه اللي غنقول لكم باش نديروها تصلح لينا لي ساندويش لي همبرغر، اولا بغينا نجبدوها هكا كنخدموها عاديه بالكفته، ولا نديرو بها اي حاجه بولونيز، وغنحتاجو هذا. انا غنوريكم الطريقه الاولى، يعني اللي كنتو زربانين عليها وعندكم واحد الكميه وبغيتو ديروها في ضربه واحده. غير الاهم انكم ما ديروهاش كتله واحده. انا غادي نوريكم الطريقه، غادي نخدم معكم جوج طرق باش توضح لكم الرؤيه مزيان. كما قلنا هادو ديما هاد البلاطو هذا ولا شي حاجه كما هكايا، غادي نشدو مثلا كميه تقريبا واحد الدوسوس يكون غرام ولا على حسب، غادي نديروها هنا في هاد البلاستيكه. هذه الطريقه اللي كنتو يعني ما عندكمش الوقت، ولكن ما خصكمش ديروها، خصكم ديروا الكفته كونجليوها، ولكن تكونجليوها بطريقه صحيحه، ديروها الطريقه هذه، شدوا الكميه اللي بغيتوا ديروها كديروها وتقرصوها كما هكايا. شفتوا هاي اللي بدلناها في البلاستيكه، الحمد لله يدينا نقيين معقمين صورين مزيان. نقرصوها مزيان، شوفوا على حسب البلاستيكه اللي عندكم ديال الكيلو ولا داكشي اللي هزات لكم، المهم نتوما يا عينكم ميزانكم. ها هي دابا هاد الطريقه هادي، انا مثلا زربانين عليها وما غاديش نحتاجو مثلا لي ساندويش، اولا غادي نجبدوها وغادا مثلا نقدروا هادي مثلا كونجليوها ضربه واحده، ولكن ملي نبغيو نستعملوها مثلا غادي نستعملوها على جوج المرات. فوالا هانتوما كتشوفوا معايا، نديروا ليها هكا فاصل، شتي ها هي ولات بلاكه، شفتوا كيف ماش. ها هي يا هادي، نقدروا نديروا مثلا على حسب البلاستيك اللي عندنا وعلى حسب الكميه اللي عندنا، نقدروا نزيدوا كما هكا، نبقاو نديروا بلاستيكات كما هكا نديروهم ونديروهم في الكونجيلاتور. الفايده من هكا، مني غادي نبغوا نجبدوها مثلا، عندي مثلا هنا 250 غرام ولا عندي 500 غرام، مني غنبغي نجبدها، انا مثلا بغيت نجبد غير شويه مثلا منها، بغيت ندير بها واحد الساندويش هكا ولا دو ساندويش،
ملي غادي تجمد غادي تبقى هكا بلاكه، شفتوا غادي تبقى هكا بلاكه. وانا ما بغيتش مثلا نستعمل هذه كامله، واش غادي ندير؟ هي باقا مجمده، ملي غادي نجبدها من الكونجيلاتور غتكون بلاكه هكا، هي باقا مجمده، نقدر نقسمها هكا على جوج. كي نقسمها هكا على جوج ملي تكون كلاصيه راه غادي تقسم ليا فاصيل. وأومنتو كي نحطها مثلا غير واحد 10 دقائق ولا قل، هاد الكميه هادي دغيا غادي دغيا كونجلا، ماشي بحال واحد الكميه هادي. هادي خاصك ليها واحد ليل ولا نهار الا مشيتي تدرتيها هكا. المهم هذه الطريقه الاولى اللي عطيتكم، ودابا غادي نعطيكم الطريقه ديال نديروها ساندويش، نديروها ديال لي ساندويش. وهذه الا درناها ديال لي ساندويش نقدروا نديروها مثلا حنا وليداتنا مثلا كياكلوا لنا بزاف لي همبرغر مثلا، نقدروا هاد الكفته كامل مثلا نديروها كلها ديال لي ساندويش. وأومينطو راني نعطيكم وأومينطو ملي نبغيو نجبدوها، دابا غادي نستعمل هذا باش غادي أومينطو ملي غادي نجبدوها راه نقدروا نخدموها الساندويش، ولا ما درناش بغينا نخدموها الساندويش نقدروا نخدموها حاجه اخرى. المهم دي كونجلانينا بالزربه، بزاف الناس ما كيحصلوا كيكونجليو الكفته ديالهم ضربه وحده، ومني كيجيو بغيو يجبدوها غابيدمون ما ينسال ما كيتفكرش دائما غادي يجبد الكفته مثلا بالليله ولا شي حاجه، كيجي بغي يجبدها بالزربه كيحصل. انا غادي ندير معكم هذه الطريقه هذه ديال لي ساندويش، حتى شوفي هذا بابي فيل. الا كان عندنا هذا كان عندنا هذا القياس اللي بغينا نديرو حنايا للساندويش ديالنا، كان عندنا هذا راه نديروه. بسم الله. شوف مثلا حنايا شحال بغينا نديرو في الساندويش ديالنا مثلا، لا بالنسبه للناس اللي خدامين في لا ريستوراسيون لا بالنسبه حتى للدار، يعني نفس الخدمه راه خص الانسان يديرها. بسم الله. يقدر يكون عندكم السيركل كبر من هذا شويه على حسب همبرغر، باسكو الهمبرغر كيكون الصغير وكيكون الكبير. هانتوما هاهي ها هي ان ساندويش، شفتوا معايا؟ نزيدو نقرصوها شويه، حنا دابا سيركلناها ونزيدو نقرصوها شويه، هاهي ولات عندنا همبرغر كبيره، شفتي؟ نزيدو وحده هنايا، ومن هنا حنا كنقتصدو على هاد بابي فيل. الانسان يخدم غير بالعقل وغادي يسلك راسو. فوالا هاهي عندنا هاد الاخرى، نزيدوها شويه. علاش انا كندير لها هكا؟ باسكو الكفته ملي كنديروها في لابوال ولا ملي كنديروها في لابلاك كتزيد تتجمع، دائما حنا نعطيوها واحد لي سباس فين 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 تجمع. كنتمنى هاد الاسرار اللي هما بروفيسيونال نعطيهم لكم تستافدوا منهم في ديوركم ولا في خدمه ديالكم. واللي كنتمنى منكم هو الدعاء، ودعمونا بلايك وتبارطاجيو المعلومه باش توصل لناس اخرين اللي تكون غايبه عليهم. فوالا نديرو له هكا، نديرو له هكا، شفتو؟ ها هي دابا هادي ملي غنكونجليها حتى هي نفس لافاسو ديال هادي، شفتو؟ ودابا غادي نقولو كيفاش غادي ندخلوها هكا. دابا حنا ملي فيلميناها نقدرو نديرو وحده على وحده، ومني نجيو نجبدوها واخا تكون لاصقه واحد شويه غير نضربوها هكا راه غادي تحل من بعد من نجبدوها من الكونجيلاتور، نضربها بحال هكا راه تحل. شفتوها هي دابا حنا عندنا للساندويش كي نجبدوها هادي نيشان نطيبوها في الساندويش. و اومينطو حتى لما بغيناهاش نطيبوها مثلا في الساندويش بغينا نستعملوها شي حاجه اخرى غادي تستعمل هاد السيركل هذا وبالقياس اللي عندك وتجبد القياس اللي بغيتي، غادي تستعمل في اي حاجه، المهم تكون ان بلاك باش دغيا بالزربه ديكونجليكم. هذه هي الطريقه الوحيده اللي غادي تنفعكم. فوالا انا عطيتكم جوج طرق، نزيد نكمل معكم هذه الكفته هذه. الكميه اللي كانت عندكم، الكميه اللي كانت عندكم وبغيتو تكونجليوها دائما الحل
الحاجه قبل من ديكونجلي تما فين يكون عندك الحل. اما لم ديكونجليتيها راه ما بقى عندك حتى حل. دروك غادي ندير معكم يعني لما كانش عندكم هذا السيركل هذا ما بغيتوش ديروه وما عندكمش الخاطر باش ديروه، غادي ندير معكم طريقه اخرى هكا. هنا انا مثلا ما بغيتش نديرهم جوج، ندير غير وحده كبيره مثلا. شفتوا قد ما يعني قرصتها قد ما رققتها، راه الكفته ملي كدار في لافوري الا كنتي غديريها ساندويش راه كتجمع قد ما رققتيها. باش ينفعك هذا الرق الا رققتيها وانا غادي كونجل لك بالزربه وتجيك في لافورم ديال الساندويش ديالك هو هذاك. درت لكم هذه دابا طريقه عشوائيه يعني اللي ما غاديش يبغي يصدع راسو، غير هالطريقه هذه ديال جوج يعني كتقتصد لك على هاد، كضرب جوج في ضربه واحده وكتقتصد لك على هذا البابي فيلم. فوالا هاني درت وحده ولكن انا غادي نديرهم ديال جوج باش ما نضيعش. دائما كيكون تيكون داك بابي فيلم اللي كبر من هذا تينفع حتى هو، تقدر تضرب فيها في جوج ولا ثلاثة. هذاك السيركل تاع الحرشة تا هوايا اللي عندهم الناس اللي عندهم هذاك السيركل تا هو راه يصلح لهم. فوالا كديرو القياس اللي بغيتو. غادي ندير واحد اخر هنا بسهوله، كتعطيو الخاطر شويه قبل ما ديروه في الفريغو، ومني كديروه في الفريغو بطريقه صحيحه الساعه كتولوا ترونكيل فراسكم وسلعتكم تتفاداو ديك الميكرووند والخلعه والزربه وديك زرب تعطل. اللهم تعطيو الوقت شويه قبل اللحم ديالكم والكفته اي حاجه عطيوها حقها قبل الكونجيلاتور. الى كونجليتي بطريقه صحيحه غادي كونجلي بطريقه صحيحه. دابا راهم سيبرين على بعضياتهم. نعاود معكم وحده واخا ما يكونش عندكم هذا، الا كانت عندكم غير البلاستيكه تحلوها وديروا نفس الطريقه. الا كانت عندكم بلاستيكه ديال عاديه ديال الكونجيلاتور شفتوا هذاك الكيلو ولا كيلو نص خرجوا لي جوج من هنايا جوج ديال بطل عليهم برغر. هذه بغيت ندير بها ساندويش ندير بها، بغيت ندير نجبدها هكا في الزربه ونديرها مثلا فاش ما بغيت نديرها نديرها بالبيض ولا لي بات ولا مهم تكون عندي بحال ان راسيون. هذا هار اخرى ها هما هنايا عندي جوج، شفتوا هنايا عندي جوج فوالا. وهذه الطريقه اللي وريتكم حتى هي هانتوما شفتوا كيفاش بلاكه. ايوا ندخلوها بحال هكا حتى لي سباس ما تشدش لينا في الفريغو في الكونجيلاتور. ها هي حنايا دابا يا ندخلوها كيما هكا باش ما دابا ما عندنا مناش نخافوا منها. نديروها كاع وحده فوق وحده ونشدو شي بلايصه ونديروها في الكونجيلاتور ومني تجمد راه ما تخافوش منها. واخا تقولوا لا راها غادي تلصق لينا ولا شي حاجه، راه غير تجبدها واحد شويه كاع تقدروا تضربوها مع شي حاجه هكا شي طابلو شي حاجه تحل
باسكو علاش؟ حيت ديجا مسيباريا شفتو، فهمتو؟ ديجا مسيباريا عندكم، مناش تخافوا منها. وكنتمنى هاد المعلومه تفيدكم ان شاء الله في حياتكم، وتعتمدوها في حياتكم في المطبخ ديالكم. وما تنساونيش من الدعم باللايك وبارطاج، بارطاجيو المعلومه مع الناس اللي كتشوفوهم يعني محتاجين لهاد المعلومه هذه. شكرا وبارك الله فيكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله، في حاجه بروفيسيونال وحاجه ان شاء الله اللي تكون غايبه على شي ناس، ماشي كاع ممكن الناس يكونوا عارفين واحد المعلومه، ولكن الناس حدين اخرين يكونوا ما عارفينهاش. شكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله.